الرئيس الإسرائيلي يكلف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. كوشنر يعلن موعد الكشف عن صفقة القرن ويؤكد تضمنها تنازلات من الطرفين. مصر تجري استفتاء على تعديلات دستورية الأسبوع المقبل لتمديد حكم السيسي حتى عام 2030. موجز إخباري، أهلا بكم. كلف الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة المقبلة بعدما ضمن الأخير الأغلبية اللازمة لذلك. هذا ويمنح الرئيس المرشح مهلة 28 يوما لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة. يشار إلى أن 65 من أعضاء الكتل التي تم انتخابها أوصوا ريفلين بإسناد هذه المهمة إلى بنيامين نتنياهو. أنا أعي حجم المسؤولية التي على كتفي، وسأعمل كمرسال للشعب الذي انتخبني والذين لم ينتخبوني. قوتنا بعملنا جانبا كتفا إلى كتف والمساندة أمام التحديات الجسام التي نواجهها في فترة يوجد فيها تعيشها المنطقة. نجحنا لسنا فقط في الحماية في توفير الحماية لإسرائيل واستقرارها، بل نجحنا في تحويل إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة، حتى إلى قوة عظمى في بعض المواضيع المركزية. قال مصدر مطلع إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر حث مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين. وقال كوشنر إن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو حزيران المقبل. هدمت القوات الإسرائيلية منزل صالح البرغوث الفلسطيني الذي قتل في كانون الأول ديسمبر أثناء محاولة اعتقاله لتنفيذ عملية إطلاق نار أصيب فيها عدد من الإسرائيليين بالقرب من مستوطنة عفرة. هذا وسبق وأن هدم الجيش الإسرائيلي منزل عاصم شقيق صالح البرغوث في القرية ذاتها في آذار الماضي. نهدوا البيت، بيهدوناش، بيهدوش عزيمتنا، لسنا ردة فعل عابر. سرعنا من الاحتلال من أول يوم دخل هذه القرية ودخل فلسطين، يعني من أول يوم وإحنا في صراع مع الاحتلال، وأعني أول يوم، ولا ينتهي هذا الصراع وهذا هذا الجهاد حتى يزول الاحتلال ويحمل عصا. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته لجميع الوكالات الأمريكية لتتخذ الخطوات اللازمة من أجل تطبيق قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. وقالت مصادر إسرائيلية إن من بين هذه الخطوات إعادة رسم جميع الخرائط الدولية لتشمل الجولان ضمن حدود دولة إسرائيل. هذا وأعلن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات الليلة الماضية أن الإدارة الأمريكية غيرت الخرائط الدولية ونشرت خرائط جديدة تقع بموجبها هضبة الجولان تحت سيادة إسرائيل. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الوضع في سوريا لا يعيق تشكيل اللجنة الدستورية في المستقبل القريب، مضيفا أنه من الضروري حل مشكلة شمال إفريقيا أو شمال شرق سوريا والضفة اليسرى للفرات من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد. هذا وتعمل روسيا إلى جانب تركيا وإيران في إطار صيغة أستانا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية المختلفة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستواصل المساعي لتشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين السوريين. وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظير التركي مولود جويش أوغلو إن طهران عملت مع روسيا وتركيا من أجل إكمال مسار أستانا. أما أوغلو فقد أشار إلى الخلافات بين أنقرة وطهران وضرورة استمرار الحوار بينهما. لقد أجريت مناقشات طويلة مع بشار الأسد، سأقدم تفاصيل هذه المناقشات إلى السيد أردوغان.
سوريا. منذ البداية لم نتفق مع إيران على العديد من القضايا، لكننا قررنا التعاون مع إيران من أجل حل سياسي. وإلى السعودية، حيث أرجأت محكمة رابعة جلسة في قضية ناشطات كانت سببا في تصعيد الانتقادات الغربية للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقال النائب العام السعودي في مايو أيار إنه تم إلقاء القبض على بعض النساء للاشتباه في إضرارهن بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. وكانت معظم الناشطات المحتجزات الإحدى عشر يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة. وروت بعض الناشطات أنهن تعرضن للتعذيب خلال التحقيق معهن، فيما نفى النائب العام ذلك. هذا واتهمت الجماعة الحوثية واشنطن بالتحكم في قرار الحرب في اليمن بعد استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الفيتو في تعطيل قرار في الكونغرس يحضه على وقف دعم النزاع في البلاد. هذا وعطل ترامب هذا القرار البرلماني واصفا إياه بأنه محاولة غير مجدية وخطيرة لإضعاف صلاحياته الدستورية. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون لمدة 3 أيام اعتبارا من الجمعة المقبل. هذا وأقر أعضاء البرلمان أمس التعديلات التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030. كما وأقر النواب تغييرات واسعة في الدستور، بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية، كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء. تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بتقديم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال المعارك الأخيرة الدائرة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس. وتفقد السراج الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف العشوائي بصواريخ جراد والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين. هجمة بربرية وحشية قام بها المجرم حفتر على حي بوستيم وعلى حي الانتصار تؤكد وحشيته. فعل زي هذا ما يقومش به شخص عنده ذرة من الإنسانية، لكن نؤكد للجميع أنه هو سينال جزاء بإذن الله. غدا سيتم تقديم كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية. ونؤكد للجميع نحن أبناء المجتمع الليبي سنقف صامدون بإذن الله أمام هذا المجرم مهما طال الزمن. وإلى السودان، حيث قالت مصادر من عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إنه نقل من مقر الإقامة الرئاسي إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي إجراءات للتصدي للفساد. من جهته قال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيل أوريم إن بلاده ستبحث منح حق اللجوء للبشير رغم الاتهامات الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية. لكنه أضاف أيضا أن البشير لم يجري حتى الآن أي اتصال مع أوغندا. يعقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعا مخصصا لكاتدرائية نوتردام التي وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بترميمها خلال 5 سنوات. وكان ماكرون قد أكد أن بلاده تعتزم إعادة ترميم الكاتدرائية في أسرع وقت ممكن. إلى ذلك قال البابا فرانسيس إنه يشعر بالألم بسبب الحريق الذي دمر الكاتدرائية في باريس، مضيفا أن الكنيسة الكاثوليكية بأسرها ممتنة لمن خاطروا بحياتهم لإنقاذها. هيكل السقف مصنوع من الخشب، يمكن إعادة بنائه ربما حتى في أقل من 5 سنوات. أعتقد أنه قبل أي شيء يمكن أن يحدث لا يزال يتعين عليهم تأكد من أن كل شيء مستقر وأنه آمن للذهاب إلى هناك والتنقل في المكان. إن أكبر نقاط الضعف هي النار. أعتقد أن هناك بعض الأخطاء عندما كانوا يقومون بأعمال الترميم، وأنت تتحدث عن الكثير من الأخشاب المجففة التي يمكن أن تشتعل بسرعة كبيرة. Very quickly, so it doesn't take much. نهاية الموجز، إلى اللقاء.